وحنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستخدم هذا السماد اللي هو في السابق ذكرت إنه هو سحر. وأنا دائما أنصح بالحاجات اللي أنا أستخدمها لنباتاتي عن تجربة. طيب هو متوفر عندنا ورجعنا قلنا ب65 ريال. تابع معانا عشان تشوف كيف حنراح نسمد عن طريق الرش. طيب هي الطريقة الصحيحة 5 ملي لكل لتر ماء حتى في الرش، ولكن أنا دائما أنصح البعض أنه يحط 1 ملي لكل لتر ماء، لأنه أنا عندي أولا مضخة وعندي ثانيا ما شاء الله تبارك الله كمية نباتات كبيرة جدا، فأنا عندنا 15 لتر يعني يحتاج إلى 75 ملي. عندنا هذا الكوب 30 ملي زي ما احنا شايفينه. حنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصبة الأولى وهذه الصبة الثانية، كده صار عندنا 60 ملي، باقي لنا 15 ملي. هذه ال 15 ملي اللي بقيت لنا، ونبدأ نعبي رشاشنا بالماء. هنا وصلنا لل 15 لتر، اللهم لك الحمد والشكر، وجهزنا الجهاز تبعنا حق الرش. يعلم الله موجود ما شاء الله تبارك الله حبيبنا فواز المساعد تبعي، ولكن أكون صريح معاكم لضمان الجودة ولضمان الشيء الممتاز أنا حرشه بنفسي. وكمان أكون صريح مو فقط كده، والله ثم والله أنه أستمتع في رش النباتات بطريقة مو طبيعية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هو نرجع نقول لك سماد ورقي، ورقي يعني يرش على الأوراق بهذه الطريقة، ولا يوجد مانع أيضا عندنا أنك ترش على التربة تبعه بهذه الطريقة. فكل عندنا يرش ما شاء الله تبارك الله كله، حتى الأوركيد، هذه الأوركيد عندنا بترش، السرخس يرش، أكلات الحشرات بسم الله الرحمن الرحيم أهو كذا إحنا سمدناها أهو. أي شيء في طريقك أستخدم له هذا السماد الورق. هذا نبات الموز كمان بسم الله الرحمن الرحيم أهو، مستخدم لجميع أنواع النباتات بلا استثناء. وعندنا هذا أبشرك كمان ريحان يؤكل، الريحان الإيطالي عشان لما يرجع صديق البيئة في فيديوهاته ويقول لك مرشوشة أو مسمدة ومرشوشة مبيد حشري، فهو للمصداقية فقط. جميع النباتات سواء النباتاتي الخاصة أو النباتات اللي معروضة للبيع كلها ترش بلا استثناء. نباتات العصارية المعلقة، البوتس، كل النباتات، الهيدرا العجيبة. وعندنا هذه كمان أكلة الحشرات اللي هي المنكي جار، وهذه نبتة يعلم الله مباعة لعميلة عندنا، وهي ما شاء الله نابها من الحب جاني من التسمية. وهذه العصاريات ما شاء الله تبارك الله عندنا، هذا نبات البامبو أو عصا موسى هذا ما شاء الله تبارك الله، حتى نبات الأناناس شوف فين ما شاء الله تبارك الله نابوا من الحب جاني، حتى نوادر النباتات العصارية هذه ترشت هذا عقلك اللي في الماء. طبعا في نقطة مهمة نسيت كمان أشرحها، النباتات اللي موجودة في الأعمدة بهذه الطريقة يفضل إنك تقرب بهذه الطريقة وترش العمود، لأنه في جذور هوائية زي ما احنا شايفينها بيوصل لها السماء. شوف كيف العمود يبدأ يرش الماء ما ينزل. وذكر الله واجب ما شاء الله تبارك الله، وهذا حتى التراريوم تبعنا أهو يرش بالسماء. هذا عصا موسى للمرة الثانية أهو. وهذا الحوض شوف فيه أسماك، شايف الأسماك؟ وشوف ما شاء الله تبارك الله النباتات، هياخذ من الحب جانب، ثق تماما إنه لن يضر الأسماك أو الكائنات الحية داخل الحوض، ما حيضرها عندك. وهذا عندنا كذلك بلداريوم، برضو فيه أسماك داخله وفي كائنات حية وفي نباتات، ما نقصر معاك. صندوقنا العجيب الزجاجي اللي داخله النباتات برضو ما حنقصر معاه. وهذا عندنا ما شاء الله تبارك الله الصباريات، هذا يعلم الله كمان يا إخواني سرخس تم بيعها للعميل.
عندنا هذا ما شاء الله تبارك الله نبات الطماطم اللي كان يتابعنا ما شاء الله تبارك الله، هو مشروع لطالبة الله يوفقها والجميع يدعي لها إن شاء الله، هتاخد بحثها هذا لخارج المملكة العربية السعودية، فالجميع يدعو لها هذا الطماطم. هذه صبارتنا ما شاء الله تبارك الله. هذه عندنا كمان النخليات، وعندنا هذه جوز الهند عليها وعلى ورقها.